بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق ريف في مدينة كاندي في سريلانكا، نصور غرفة من نوع ديلوكس. كل الغرف في هذا الفندق من نوع ديلوكس. هذه هي الغرفة، طبعا لا يوجد غرف متصلة في هذا الفندق، فقط غرفة بجانب غرفة. الغرفة تتسع لشخصين، ويمكن أيضا إضافة سرير إضافي في الغرفة. وتحتوي الغرفة على بلكونة مطلة على إيش؟ مطلة على البحيرة أو النهر. شاهدون هنا الإطلالة. هذا هو هذه الغرفة من زاوية أخرى، غرفة من نوع ديلوكس، تصوير شركة المحيط السياحة في آسيا، فندق أخرى ريف في كاندي، أخرى ريف في مدينة كاندي في سريلانكا. الغرفة كبيرة واسعة، تحتوي على شطاف، هذا الشطاف، مغسلة صغيرة، مغسلتين، هذا مغسلة الدوش، مغسلة الدوش، وهذا أيضا دولاب الملابس. تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.